أحد المراجع، أحد المتصدين، كنا نحضر عند بعض المراجع. طبعا أنا حضرت عند البعض يعني إذن من السيد الصدر قدس نفسه الزكية، وحضرت لفترة قصيرة وتركت، يعني قررت أن أترك، فذهبت إليه قلت له أنا سأترك دراستي لأنه لا أستفيد، يعني كان بحثا فقهيا فليس فيه أي ثمرة وفائدة ولا يصلحون لتدريس الجمعة حسب ما أذكر يعني في وقتها. فهو قال لا يصلحون لتدريس الشرائع. فقال لكن أنا أريد أن أحضر حتى يكون يعني يكون تقييمك عن علم، عن حضور، وأثبت نفسك في داخل الدرس، وبعد هذا ممكن أن تترك. ففعلا دومنا وباشرنا بالدرس مع العديد من العلماء. يتفرع على هذا أحد المراجع العظام حضرنا عنده، فكان يعطي بحثا في الزكاة، في كتاب الزكاة، فكان يحضر معي أحد المراجع الآن، كان يحضر معي في الدرس، نذهب سوية نركض من درس إلى درس حتى يعني نكون في أول الحاضرين ولا يفوتنا أي كلمة من الكلمات. فبعد أكثر من عام، ما يقارب العامين، بدأت بوادر ترك الدرس. طبعا في هذه الأيام سبقنا آل فلان مجموعة من الناس، من المراجع، من عائلة المراجع كذا، كانوا يحضرون الدرس، هم من انضوى تحتهم، كانوا يحضرون الدرس مجموعة كبيرة. فجأة صار خلاف على الجانب المادي، الجانب المالي، كيف يعطون الراتب؟ أرادوا أن يأتي الراتب إلى البيت، أو يأتي يمكن بزفة، زفة عرس مثلا، لا أعرف بالضبط ماذا. المهم هو خلاف مالي، يعني هذا المرجع وذاك المرجع، يحضرون أصحاب ذاك المرجع وأولا ذاك المرجع عند هذا المرجع، ولسنين، والقضية طبيعية. الآن صار اختلاف في قضية كيف يعطى، هيئة إعطاء، كيفية إعطاء الرواتب لهذه الحاشية. طبعا لا يأتون كما قلنا نحن ندفع ونطرد ونقف في الصف في تلك العقود الضيقة والشوارع الضيقة في النجف، ونؤجل مرة وثانية وثالثة، فتصل إليهم، لكن لا نعلم ما هي الخصوصية التي أرادوها أكثر مما تصل إليهم، يعني بأجمعهم تعطى وهم يوزعون هذه الرواتب. حصل خلاف، فماذا فعلوا؟ عملوا هذا السيناريو الذي يعملوا هذا المشهد التمثيلي. حضروا في ذلك اليوم جميعا، وفجأة يعني بدأ الدرس وقاموا جميعا، انتفضوا وتركوا الدرس فجأة. يعني هو القرار، يعني المفروض الدرس كان الساعة 8:30 صباحا حسب ما أذكر، فالقرار هو مسبقا، لكن أرادوا أن يسجلوا هذا الموقف فخرجوا. أنا كنت أحضر يمكن عند الشيخ ليبرو جردي رحمة الله عليه، فأتيت يعني مسرعا راكضا للدرس، ف يعني التقيت بهم فقالوا هذا مجتهد، ليس مجتهد، مو مجتهد، أنا مجتهد ترك الدرس. فكل شخص يواجهه يعني بالطريق يكون معه هذا المعنى وهذا الكلام حتى ينفر من الدرس. المهم هذه مداخلة ليست لها علاقة بأصل القضية. فذلك المرجع حضرنا عنده، هذا المرجع الثاني الذي كان زميلي ورفيقي في ذلك الدرس، في يوم من الأيام سجل المرجع إشكالات، أو طرح عدة نقاط، أو أيد أمرا يعني بتعليق وثاني وثالث ورابع، وصلت إلى 8 تعليقات، وكانت يعني فعلا يعني آراء أو وجهة نظر أو تفريعات يعني ممتازة وجميلة ومتقنة ومحكمة وعميقة. فأنا كن سمعتم قضية حضوري مع سيد الصدر عندما دعاني الكفاية، لم أحضر إلا أن قرأت، أخذت فترة أن أقرأ بحوث الكفاية، بعد هذا أحضر. فأنا كنت أقرأ قبل أن يعني أحضر، فكنت أنا أقرأ كتاب الزكاة
الجزء الأول والثاني لسيد الخوي بحوث سيد الخوي قدست نفسه. سجلت الإشكالات. الكتاب كان في موضوع أو يعني في بداية الكتاب وسجلت هذه الإشكالات أو التعليقات أو التفريعات في هذا الموضوع. فأنا يعني علقت على كل التعليقات فأبطلت كل ما طرح من نقاط، كل هذه الثمانية أبطلتها. فذهبت ناقشت الأستاذ، سمح لي ببعض الكلمات، يعني أخذت حياء، يعني قمت مباشرة للسؤال وجلست للسؤال، وبعد هذا يعني منعوني، أكملت النقاش مع من يعني يتصدى للجواب عن الأستاذ، فأجبت وفعلا أنه أبطلت كل الأطروحات. فخرجنا في نفس اليوم، فهو هذا الشخص زميلي يعني شاهد هذا الموقف، فقلت له أنا صار لي فترة أنه أقررت الترك، ويعني أخذت الإذن من السيد الصدر رحمة الله عليه بأن أترك، يعني يكفي ما يقارب السنتين، فخرجت. فقلت له الآن بعد أن سجلت هذا الموقف لي و يعني للعلم للمذهب للتاريخ، سجلت عن قصد هذا الموقف ونقول أقحمت نفسي في هذا الموقف، ممكن أن أطرد أو أضرب، لكن أردت أن أسجل هذه كقضية تسجل، فسجلت هذه القضية. قلت له الآن أنا يعني في حل من أمري تركت الدرس، أترك الدرس. قال لا جيد كيف كذا، هو لم يحضر النقاش. قال كيف ما هي القضية؟ قلت له هذه القضية، طرحت يعني الإشكال النقاط لموضوع الفلاني، فهو عقب مباشرة قال هذه استدلالات عميقة وممتازة وجيدة وغير مطروحة سابقا وتامة. قلت له أنا أبطلتها. قال كل هذه ثمانية. قلت له بل ثمانية، هذا قلت له شيء الأول. الشيء الثاني قلت له هذه الأطروحات وهذه التفريعات وهذه المباني التي طرحت وهذه التعليقات هي نفس التعليقات طرحها السيد الخوئي لاحقا في كتابه، يعني لم يطرح القضية في هذا المورد، طرحه في مورد آخر لاحق في نفس البحث، فلم يفعل الأستاذ إلا أن أتى بتلك التعليقات بهذا المكان، وأني لأني اطلعت على التعليقات لأني أقرأ الكتاب قبلهم، فكنت مطلع عليها وسجلت الإشكالات عليها مع السيد الخوئي. فلما أتيت للدرس يعني كانت القضية يعني حاضرة أمامي وكانت سهلة في الرد، فأبطل كل التعليقات. أيضا ليس هذا الكلام، فماذا قال هو؟ فقلت له كلها أبطلتها. قال لا بس أحضر، يعني هو أراد أن يعني أحضر معه لأني أتيت يعني بعده بكثير، فكيف أترك الدرس كما قال على الواهس، أراد أن أبقى في الدرس. فماذا قال؟ قال لا يوجد فائدة. قلت له أي فائدة؟ يعني لا يوجد فائدة، كل الحضور أنا لسنتين يعني كرام السيد الصدر حضر، فما يوجد يعني مبرر للبقاء. قال لا يوجد. قلت له ما يوجد؟ لا. قال يوجد يعني أعطيك مثال. قال يوجد يعني كأنما هذا سكس حصو قلاب، فتقلب سكس حصو فبين هذا الحصو كله تجد لك درة أو جوهرة. قلت له ليس عندي شغل وعمل أقلب هذه الحصو كله حتى أحصل لي على جوهر، أذهب لمن يعطي الجوهر. ونحن لا نعلم أصل رباط الكلام تاه علينا، لكن ليس كثرة التعليقات هي يعني تكون فيها يعني مرغوبية وتكون ممدوحة، ليس هذا. ومن يشهد أيضا كنا يعني من أسلوب السيد الصدر رحمة الله عليه كان يكثر الإشكالات، يعني يفرع يفكك كل عبارات ويسجل إشكالات يعني كثيرة. أيضا يوجد 9 تعليقات مع السيد الصدر، وقفنا معه في جامع الرئيس وناقشناه يوم أول وثاني وثالث، آخر شيء قال لم يبقى من 9 أي واحد. قلت لسيدنا لم يبقى من 9 أي واحد. قال إذن انكسر القلم. إلى هنا انكسر القلم. نحيي سيد الصدر بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
النتيجة أنه نفس هذا الزميل لما صدر الكتاب للرد عليه بدأ يأخذ الكتاب إلى المراجع يقول يحكي عليكم. الحمد لله.